تتزين المملكة الأردنية حالياً استعداداً لحدث سعيد خاص بالقصر الملكي الذي سيحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل العاهل الأردني خلال شهر يونيو المقبل. ومنذ إعلان خطبة ولي العهد على السعودية الآنسة رجوى آل سيف، تلقى تفاعلات العروسين مع بعضهما اهتماماً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن قصة ارتباط العروسين لاقت رواجاً أكثر على المواقع نفسها مؤخراً بعدما كشف ولي العهد تفاصيل لقائه الأول بخطيبته في الجلسة الحوارية بمنتدى تواصل الذي نظمته مؤسسته، إذ التقى الخطيبان للمرة الأولى عن طريق صديقة مشتركة لتبدأ قصتهما التي ستكلل بالزفاف قريباً.